مرحبا. هلا الطبيعي انه يكون كل انسان حر بدينه، وانه ان شاء فليؤمن وان شاء فليكفر، وانه الدين ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني بيجوا لواحد بيقولوا له تعال لهذا الدين منيح، بيجي بيدق الباب عليك باسد. ناس بدهم يهدوك للمسيحية، ناس بدهم يهدوك للإسلام، ناس بدهم مدري شو. يعني قضية حرة، هذا قضية الإنسان يلتزم أو ما يلتزم، ويتدين أو ما يتدين، أو يختار دينه. طبيعي إنه يكون الدين اختيار حر، لأنه مسؤولية شخصية، وهذا حرية الاعتقاد يسمى. طبيعي يعني. ف بيجوا مثلا لواحد بيقول له تعال شيع بحلب مثلا او بالدير او كذا، بيقول لهم اوكي منيح، شو عندكم انتو؟ بيقولوا عندنا هيك 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 هيك، عندنا مصاري، عندنا نفوذ، عندنا بتشبه العالم، عندنا بنعطيك هويه، ما بتروح على الجيش، ما بتعمل مدري شو اخر شيء. ايه، واذا ما رضيت بنعتقلك وبنقتلك وبنشبح عليك وبنشلحك بيتك وكذا. فبتشيع. انا مو ضد التشيع كشيعة، حر الإنسان يكون شيعي ويكون سني، يصلي أو ما يصلي، صوم أو ما يصوم، هذا شغلة ما لنا علاقة. ما نحن بنحاسب على الدين. دين نحن ما بنحاسب، نحن بنحاسب على السلوك، على العمل، على الجرائم اللي بيرتكبها الإنسان. أما إنك تشيع الناس بهالطريقة هاي لأغراض سياسية مش صحيحة يعني، ولا مقبولة بأي شكل من الأشكال. اليوم جاي الظريف بده يفتح قنصلية بحلب، ليش القنصلية بحلب؟ أنا بقول ليش، لأنه حلب صارت شيعة، وصارت مو شيعة لأنه أهل حلب تشيعوا بس، لا، لأنه جاء صار في تغيير ديموغرافي هائل بحلب، والناس ساكتة، وتركيا ساكتة، والمعارضة ساكتة، وولاد إخوانج تبع حلب ساكتين. يكفيني الباب، تكفيني الباب وعزاز، الباب وأعزاز تكفيني، هذا لسان حال المعارضة. ما حدكم ما تشوفوا شو عم يصير فيها المنطقة. قنصلية لأنه صار في كم هائل من الجالية الإيرانية والأفغانية والعراقية واللبنانية، صار بدهم قنصلية تنظم للأمور أوراقهم ونفوسهم ومدري شو كذا. يعني كم هائل، ولا بتجنس ولسه بصير وبتجنس، وبتصير القنصلية هي دائرة النفوس بحالها. هلا مش غريبة على حلب، يعني حلب حكموها الحمدانيين فترة طويلة، بتعرفوا الحمدانيين لم يكونوا سنة، يعني بمعنى بشكل ما كانوا متقرمطين إلى حد ما. بالضبط بالضبط ما في شيء واضح بالتاريخ، كله كذب. التاريخ، تاريخنا كله كذب، وما نحكى صح. سيف الدولة الحمداني ومدري شو، أبو فراس الحمداني عنده بيتين شعر حلوين، والمتنبي وما بعرف شو. كان في حركة تقرمط هائلة في سوريا والأردن، وحركات دينية متختلفة وكذا، وامتدت هذه الحركة إلى اليمن، إلى الخليج العربي، حكمت فترة طويلة. يعني سمع الفرات صهيره زئيره والنيل، يا لطيف. إيه، فالفرات للنيل يعني امتدت يعني مثل إسرائيل. فحركات كتير كانت في التاريخ، ويبدو إلى جذور، ما تزال إلى جذور فيها شكل ما أو بطريقة ما، إلى جذور يعني فيها شيء من هذه. كانت حركة تحلل من فروض الشريعة، إنه ما بدنا شريعة، نحن لا بدنا نصوم، لا بدنا نصلي، بدنا نشرب خمر، بدنا نزني، بدنا كذا، هيك شيء. يعني حركة تحلل من فروض الشريعة هي حركة تقرمط. ناس كلهم يعني ما في يعني الضوابط الشرعية اللي كانت موجودة بدهم يتحللوا من أخي، خلاص احنا صرنا بدنا ننبسط ونعيش، بدنا نعمل الجنة على الأرض. هيك بصير يعني بحد ما. هلأ بالضبط فكر ما فكر، ما دمروا لهم، يا ما تركوا لهم شيء، واللي بقي سري، بيقولوا دياني سرية، يعني ما حدا بيعرف شو مكتوب فيه. حتى النص المدون تقراه هيك ما تفهم شيء، بيقول له تفسير، ما حدا بيعرف تفسيره الا شو، الا المشايخ اللي بينقلوا التفسير الحقيقي الشفهي.
هلا دلت هيدي الديانات، دلت هيدي الاخري، ما يعني موجود، يبدو انه الها جذور، الها جذور، مع انه حلب اخذت شكلا يعني شكل تعصب ديني، يعني قرى حلب تعرفوا يعني قرى حلب ما في المرأة، ما في، مستحيل بدها تلبس غامق كثير وتسكر على وجهها وكذا. ده مدينة محافظة يعني، أقدم مدينة، يمكن أقدم من أقدم المدن في التاريخ حلب، ومدينة كبيرة وحاضرتها كبيرة وريفها كبير وكذا، كله هذا تهجر وراح، راح هيك اجت الروسي حتى قصفها، تآمرت تركيا والدول العربية سلموها بليلة واحدة 13 حي. قال دارية بالشام تصمد 4 سنين بنص دمشق ومحاصرة، 13 حي بحلب بسطوا بيوم واحد. يا أخي قصف، بعرف في قصف، وبعرف وبعرف قصف جديد بسوريا، ما جديد بس انت ما تحطوا خطة يعني، طالعوا المدنيين خلوا مقاتلين طالعوا كذا، لا بيرحلوا المقاتلين قبل ما بيتركوا المدنيين. شو يا أخي قصف؟ أيوه انت اخذ سلاح وعمل ميليشيات وعمل شو شو وقت كان النظام ويقصف، ما كنا عم نحرر. المهم اللي صار انه حلب اليوم، حلب اليوم يفرض عليها التغيير الديموغرافي الهائل الهائل والخطير، بعد ما سرقوا الاثار، سرقوا المكاتب، مكاتب حلب، هيدي اخطر شغله يعملها حزب الله، انه فات على المكاتب تبع حلب كلها، مكاتب تاريخية، كتب نادرة وقيمة جدا، سرقها وخفاها، دمروا الجامع الأموي فيها، دمروا وحاصروا إلى آخره، حتى في النهاية خوت على أهلها. بذكروا يوم اللي طلعوهم الروس، طلعوا عشرات الألوف من أهل حلب بحرام، شو بحالة مزرية، بحالة مزرية. فهي حلب العريقة، العريقة حلب ذاك اليوم، اليوم حلب تتغير ديموغرافيا، تتغير دينيا، تقاليد طقوسها بكره بتبلش فيها. ففي جذور القرمطية اللي بقيوا مع النظام، يعني بدلوا يقاتلوا مع النظام وكذا ويشبحوا مع النظام، يبدو هودي جذورهم قرامطة أيضا، يعني ساي كانوا أخذين يعني مثل المرسيكيين تبع الأندلس، عملوا حالهم مسيحية، جو عملوا لهم محاكم التفتيش. فهدول يبدو هيك كانوا عاملين حال الإسلام، بس إني ما له علاقة يعني، يجوا بقايا الحمدانيين أو شيء من هذا. المهم هي ففي ناس دلوا يعني، دلوا بحلب، وهلا عم يشتغلوا مع الإيراني، بصيروا إيرانية، شو المشكلة؟ وهو إذا صار عربي أو مسلم غصبا عنه بصير فارسي، وما يعني مو صعب، مو صعب يعني، ما في انتماء بالأصل يعني، ما حدا بيعرف شو أصله. هي مشكلة سوريا، سوريا ملتقى طرقات وقوافل، هذا بيحتلها وهذا بيحتلها، وهذا بيهجر منها وهذا بيهاجر إليها، وهذا بيسكن وهذا بيتقلع وهذا بيدري شو. يلا يلا خليط بليط، يقول لك سوريا الأمة العريقة، أنا أمة سوريا، الأمة سوريا، أمة شو؟ أمة سوريا ولا برميل بارود ولا كتلة صراعات؟ بحياتها ما كانت مستقرة سوريا، أو بحياتها وبحياتها ما مرقت إلا وقت فترة بسيطة من الحكم العربي، فترة بسيطة من الحكم العثماني، يعني العثماني طبعا احتلال، الحكم العربي يعني 100 سنة، بعدين صار ببغداد يعني يقولوا 100 ببغداد، وقت صار العباسيين اضطهدوا أهل دمشق خلص، خلصت يعني 100 سنة حكموها الأمويين، والأمويين يقال أنه أصل دمشقيين، تجار دمشقيين سكنوا مكة، وما كانوا مقاتلين يعني الأمويين حقيقة. وقريش تعرفوا قريش يعني قرشة يعني، التفت جماعة تلفت مع بعضها، ما هي عقبيلة بمعنى قبيلة، كذا شخص اجتمعوا وشكلوا هذا الحلف. ايه انتماء ما في بسوريا، انتماء ما في، وحرب، والحرب الأهلية المستمرة اليوم، والتغيير الديموغرافي عم تستغله إيران. يعني إيران اليوم الدير عاملة مشاكل كثيرة جدا، عم تشيع وتشتغل إلى آخره، بقرى هيك تمشي من الدير، جنوب الرقة، جنوب النهر،
هيك للسلمية، لقرى حمص. قرى حمص شيعت قسم كبير منها. بتجي بعدين لحمص هجرتها، نكبتها وهجرتها كلها قاطبة، يعني ما تركت فيها إلا كلها. هلا في قسم كبير من القرى يعني ما كانوا شيعة بالأصل، كانوا مثلا من غير طوائف، صاروا شيعة شغلة سهلة. صاروا بدهم يفوتوا على الطائفة العلوية، فاتوا على قرى حما، فاتوا على مصياف، فاتوا على هذا الخط هيك ليوصل للساحل السوري، ومنه كمان خط مشيوا فيه باتجاه حمص للعريضة لكذا لوصلوا للبنان. فهذا الخط الكوريدور الإيراني الأساسي. وما ننسى بالجنوب، نزلوا على الشام، نزلوا على درعا. الشام تعرفوا الست زينب وما حولها، وفرغوا دوما كمان بهدف يعملوا بدوما مثل ما عملوا به دوما وحرستها وإلى آخره، يعملوا فيها مثل ما عملوا بحلب، يعني ريف دمشق. يعني عم يفرغوا دار، يا ما بيخلوا السكان يرجعوا لك يا أخي، خلوا الناس ترجع، ما بيخلوا. ليه؟ لأنه في مخطط، في مخطط. فعم يجيبوا يسكنوا ويشتغلوا ويجنسوا وعم يشتغلوا يعني. وانتو بتقولوا والله شو رايحين تتفاوضوا؟ عشان تفاوضوا في عندكم معتقلين ما حكيتوا فيه، في عندكم تغيير ديموغرافي اللي هو اخطر شيء ما حكيتوا، في المخدرات اللي عم ينشروها بين الناس اليوم بسوريا مجانا دليفري، ما معك تاكل خد لك حبه مخدر تروح شهيدك. فبيعطوه بلتان، بيعطوه كابتيجون، بيعطوه كذا، تروح الشهية مثلا. انت كل هاي الادوية تروح الشهية، فبتحس حالك شبعان ومكيف. حرب يعني ضرب كيماوي فهمنا كمان. هلا عم يضرب كل شباب سوريا، كل اهل سوريا عم يضربها بالمخدرات الايراني. يعني وزع لنا على البيوت مجانا، تعاخد تعاخد بدنا منك حشيش، شغلي متوفر يعني، تفضل حشيش مخدر كذا موجود، وما بيحسن يهربوا. صنعوا كميات هائلة من الحبوب، وين بيروحوا فيها؟ كل ما تروح شحنة كذا إلى آخره، عم يتابعوها على العالم مرعوب من سلاح الدمار الشامل. هذا دمار مجتمعي، دمار أخلاقي، دمار. فالإيراني يعيش فسادا يعني، فهموها يعني، يعيش فسادا. تقولوا نظام، أي نظام احتلال إيراني خبيث خطير جدا، يعني يخرب بنية المجتمع السوري ويخرب اقتصاده ويخرب ويقتل أهله ويجيب ناس جديدة، واللي بيبقى عم يشوهه بطريقة قذرة. الدين الشيعة مذهب كمان وكذا، ايه على عيني وراسي، روح اعمل بدك يا، بس مش هيك. مش انه يا بتتشيع يا بترحل، يا بتتشيع يا بنلعن نفسك. هذا مش اسمه دعوة للدين يعني، ولا هو نشر للدين، ولا هو حرية ديانات. اتركه بحاله، اتركوا بحاله، اتركوا عايش بحاله، حب يتشيع بيتشيع، اما حب ما بيتشيع. بعدين مش دخلكم بالشيعه يعني، بس ابتاجوا لي فيها القصه. تستخدم الديانات لفرض نمط ايديولوجي سياسي معين، كان الاخوان المسلمين وان كان الايرانيين. الدين ما هو هون مفصول عن الايديولوجيا السياسيه والمصالح السياسيه المباشره. هذه المشكله يعني، هي المشكله الاساسيه يعني. بدهم يتاجروا بقضيه معينه يعني، ما هو ما بس انك انت راضخ مثل حزب البعث يعني. صار الدين انه انت بالحزب ما لك تطلع مسيرة، هل صير تلتزم بالحزب؟ انت بالحزب بدك تنخب القائد، انت بالحزب بدك تطلع حرس قومي، تحرس مدري شو كذا، تعتقل على تكتب تقارير بالعالم. هاي هي يعني، انت اليوم بتفوت على الحزب الشيعة مثلا، الشيعة السياسي، الشيعية السياسية، يعطوك ورقة انه انت ممنوع حدا يتعرض لك، تأمن انه ما بقى حدا حاجز هيك، بتفوت على الحاجز رافع راسك، شو معك بطاقة مخبر لإيران، ايه بتفوت على الحاجز رافع راسك، تمام أمنت على حالك، هيك شعرت بالاطمئنان. بشو شعرت بالاطمئنان؟ انه اخذوا بالدنيا منك يعني، طنجروا. بتروح بقى بتلطن لك شوي هونيك، بتحضر لك شي احتفال للإيرانيين كذا الى اخره، يا حسين يا حسين يا حسين يا حسن يا حسين، ايه يا كذا. المهم تعمل حالك عمادتك انت يعني، انك انت مقهور كتير يعني. ليش؟ لانه زمانه حدا قتل الحسين، عتر الحسين، شو دخله؟ ايه هو قام ضد الظلم يعني، ما قام من شان تجي انت تركب التاجر بدمه اليوم، من شان تهجر العالم وتقتل العالم وتظلم الناس. ايه
بتروح بعدين بيعطوك سلة غذائية زيادة عن غيرك، يعني حصة زيادة كذا، وين تنبسط منفى. إذا حدا حكى معك بتروح تكتب فيه تقرير بيلعنوا أبوه، فمعناتها شو بتشعر؟ تشعر إنك أنت منك محتل، أنت الاحتلال صرت. سمعانين يا بيت فلان وبيت فلان وشبيحة فلان بحلب بهي الحارة بهي الحارة تفزدكوا، أنتوا صرتوا محتلين، معك مواطن. حولك هذا الإيراني لمحتل وهلا عم يعمل لك قنصلية مشان يحكمك، وأنت صرت يعني مش طنجرة، كلب الاحتلال، كلب الاحتلال. أيوه، فهي الناس اللي عم تعاون مع الاحتلال الإيراني بيقول لك مجبور، وماني مجبور يعني ممكن تكون مجبور لأنه هن عم يجبروك، بس لا بتزيدها، يعني لا بتزيدها، بحدود الضرورات يعني، مش أكثر يعني. مش تبدع في هذا يعني، بحدود الضرورات اوكي يعني، اما اكثر من هيك يعني زياده تخنتوها يعني، تخنتوها. المهم الحق مو على الفرد يعني، الفرد بيكون ظروفه انهار نفسيا يعني انهار كذا، بس الحق على الناس اللي قاعد يحدهم، اهل حلب اللي قاعدين بالمعارضه وماسكين الائتلاف وماسكين مدري شو، ماسكين التفاوض وماسكين شبكهم، وين هالناس، وين الابطال، وين هالناس اللي قاتلت وحملت سلاح وقاعدة بتركيا وعاملة عشائر وعاملة، ولا الإعزاز ودفيني، يعني شو وين حلا، شو عملتوا فيها؟ صار رمين بيج مدري قديش ما استريتوا تفوتوا عليها، بس تركي بيتحمى وهداك بيتحمى، وحسنتوا والله معركة تحرير ما وبتسلموا لسه سراقب، الله يستر تسلموا إدلب بكرة كمان. يعني شو عم تعملوا انتوا، شو عم تساووا؟ هذا في تغيير ديموغرافي ما تركزوا عليه، في تغيير ديموغرافي، في إجبار الناس على التشيع، في سرقة آثار، في قنصلية عم تنفتح. شو في القنصلية؟ كم إيراني في حتى يفتح قنصلية؟ شو في يعني حتى تفتح قنصلية يعني؟ ليش؟ مش مدارس؟ لك المدارس اللي عم يفتحوها، لك التركي منتال والإيراني منتال، ما صار في شيء، المنطقة صارت خليط بليط، مدري مثل ما بيقولوا، ما عاد لها هوية. ما عاد الهوية يعني، هون عم بتعلموا تركي بيتعاملوا بالليرة التركي، هون بكرة بتعلموا إيراني بيحكوا بالفارسي. إيه بقى يعني، خالصة حلب خالصة يعني، من تقولوا سوريا تحرر سوريا وتتسقط الأسد، سقطت حلب وراحت السكان وراحت إلى آخره. بكرة بعد سنتين ثلاثة بتروحوا لتحرروا بتلاقوا شعب جديد، شعب آخر بيكون مين؟ شو مين أنت؟ شو جاي تساوي هون؟ شو جاي تساوي؟ مين أنت؟ فأنتبهوا، ناس تهجرت، تغيير ديموغرافي سلاح خطير جدا يقوم به الإيراني. شوفوا شو عملوا بالعراق، العراق ما شيعوا العالم، هجروها. انتو داعش يلا اول شيء بعتوا لهم داعش، دلوا يضطهدوهم، بعدين بعتوا لهم داعش، قال خي خلصنا من المالكي مخابراته وكذا، يا اخي بدل هذا فينا نوصل له، ابن عيلي بنعرفها. اجت داعش همانية، قتلت من قتلت وهجرت من هجرت، فاتوا ليحرروا من داعش، ما ترك واحدة، يعطيكم العافية خالصين. فسنة العراق يقتلوا كل يوم ويتهجروا، اندبحوا بعدة طرق، خلصوا من العراق، بلشوا بسوريا ولبنان كمان عم يشتغلوا عليهم يعني، شغالين يعني، ولسه جاي الدور بقى على غيرهم غيرهم غيرهم. هذا الاحتلال الإيراني يعني، تقولوا بقارنوه باحتلال الصهيوني، أخطر بكتير وأشرس بكتير وأسوأ بكتير من الاحتلال الصهيوني. احتلال استيطاني، تهجير، تغيير ديموغرافي، مسح هوية، تغيير دين، إجبار على المخدرات، إجبار على الدعارة، إجبار على يعني شغلة يعني منحط جدا يعني، في انحطاط فظيع، انحطاط فظيع في المحتل الإيراني. هاي مشكلة كبيرة عم نعاني منها، لو عن حقها متدينين ومشايخ ومتعممين مثل عم نحكي ما بنسع، بس لا مشايخ ولا شيء ولا شيء، زعران مخدرات على مثل حسن نصر الله، وعم نحكي على المخدرات ورح نحكي كثير يعني، كيف يعني المخدرات هن سلاحهم الأساسي وتمويلهم الأساسي وعملهم الأساسي. ايه، فللأسف يعني، للأسف ما حدا انتبه لموضوع حلب، موضوع ما يجري في حلب من يوم بلشت تنقصف بهالطريقة وتحاصر بهالطريقة.
وانقسمت قسمين ولعبوا عليها تلك اللعبة فوت ولاد نصرة، قال فتحوا لها مدرسة المدفعية فاتت منها. مدرسة المدفعية سكنة عسكرية، قال بفوت منها تخترق الحصار من النصرة، بفوت له 200 واحد لجوا بحجتهم بيهجروا أهل حلب كلها. وقال دي مستورة، قال يا جماعة طالعون، هدول ناويين يستخدمون ذريعة ليهجروا حلب، روحوا طالعون هال200 واحد. يعطيكم العافية، معارضة أعوذ بالله، شو طالعون كل شيء مقاتلين وكل شيء. وقالوا لهم وبلغون رسمي للحكومة المؤقتة، قالوا لهم طالعوا هدول لأن الإيراني رح يطالع يفضي حلب بسببهم، طالعوا هدول لنحسن نحمي حلب. أبدا، معناتها شو؟ معناتها المعارضة السورية والإخوان المسلمين متآمرين في موضوع تسليم حلب. أنا عندي شك كبير إنه متآمرين، الإخوان اللي الحلبية بالذات الموجودين بالائتلاف هن متآمرين وقبضوا ثمنها، ويمكن تفتش دور تلاقي إخواتهم شبيحة جوا. طبعا يعني تعرفوا وين صرتوا. فهذا اللي عم يصير، هذا اللي عم يصير بحلب للأسف. للأسف نعم، انتصر الأسد، انتصر النظام، انتصرت إيران، وانتوا قاعدين، وانتوا انتصرتوا كمان بإدلب، شو عم تعملوا حرس الشرف، وانتصرتوا باسطنبول، اي فتحتوا مطاعم كذا الى اخره، بيوت وعقارات، صار عندكم احياء باسطنبول، ايه شو عليه؟ هاي التاريخ. ايه مسكين كانت حلب شغلة عظيمة، كانت شغلة عظيمة، شغلة عظيمة بتاريخ سوريا. حلب قلعة سوريا كانت كل عمرها. ليك وشو صار فيه، يا لطيف يا لطيف، يتبع